Bon, une question intéressante, Taqas Ismail, bloqué ça, parce qu'elle est très importante. Une question, j'ai tenu, concernant, je vous le live, à la Poutine, au France, au Mali. Mais ça, bon, quoi que je ne sache pas, راني نسمع في الأبواق نتاع المعارضة سي زيطوط رضي الله عنه سي عبود هشام وما أدراك ما عبود هشام لو بوليتزر نتاع الصحافة وبيان سور الأعوان نتاعهم والأدناب نتاعهم من أصحاب الفهامة خالد نزار يشارع في لاسويس خالد نزار بون انا نهضر مع لي زوديتور لا سويس هذه وش هي بلاد عاطيه قيمه لروحها بصح في الاراضي نتاعها انا كمواطن نطرح سؤال انا جزائري عملت جريمه في الجزائر الضحية جزائرية هل يحق للبنغلاديش أنه يشارعني؟ بريمير كيستيون جو سوي الجيريان جي كومي ان كريم اون الجيري لا فيكتيم ات الجيريان است كو لو بنغلاديش ا لو دروا دو مي جوجي لا ريبونس اي نو maintenant moi le criminel انا المجرم مقيم دائم في البنغلاديش هذا البنغلاديش يقدر يشارعني نعم صح اكبر اثبات ايها الشعب الجزائري بيان سور نهضر ما نهضرش مع الشعب نهضر مع الناس اللي تبعوا فيا اكبر اثبات انه عمرها للجزائر كانت عندها رجال دوله والشعب يعرفهم ويشوفهم خالد نزار كون جا رجل دولة حقيقي ولا بالقوة سوا ديزون اللي كانت محسوبة ولا منسوبة ليه ال 26 جو تو رابيل برومي جو لي زابيل جو لي رابيل علاش يقبل يروح لاسويس ويشارع بي مي جون ميرد لاسويس Même un milliard de personnes déposent plainte en Suisse. La Suisse n'a aucun pouvoir sur l'Algérie. L'Algérie est un pays souverain, connu et reconnu. Il est souverain pour l'instant. Mais on ne peut pas faire l'ONU. On ne peut pas faire un État terroriste. Jamais l'Algérie n'a été déclarée comme État terroriste. Allah, je comprends Allah. واحد كيما الكلب تاع خالد نزار ونقول الكلب وانا اعني الكلمه لانه ما يسوى والو كلب بن كلب خماج بن خماج اصل خماج وصح ولا يلدون الا فاجرا كفارا على بالو بلي يكون يصدر عليه حكم نهائي في سويسرا غدوه التحرك نتاعو في اوروبا كامله راح يكون صعيب وهاد الناس تلموا مجرمين في الجزائر وما خدموا لا سبيطارات لا مجال معيشي لا محلات محتاجين حياتهم في أوروبا على هذه قبل أنه سويسرا تشارعوا على كل حال مع محامي صحاح يقدر يغلب سويسرا ويقدر هو يقاضي العداء السويسري القضاء السويسري في الخارج نفهمكم علاه باسكو القضاء السويسري باش يحكم على خالد نزار لازم يحكم على كولين باور ويحكم على زفارسكوف ويحكم على ديكشيني ويحكم على رومسفيلد ويحكم على بوش باريفيس ويحكم على ساركوزي كاين مجرم حرب اكثر من ساركوزي في ليبيا ما كاش لكن انا على بالي خالد نزار حمار حمار في يد الأقدام البيضاء يلعبوا به
ستا حمار كون ما جاش حمار هو يطرطق القضاء السويسري اللي ما عنده حتى صلاحية. بصح لا كان انت مخبي دراهم في لاسويس وعندك إقامة سويسرية ولادك عندهم إقامة في لاسويس، هنا يا جو كومبرون كتهبط السروال وتمشي كالطحان. مي باش نولي للناس اللي قاعدين يخرفوا لكم، سويسرا ما تقضي والو في العالم وما تقدر تحكم على حتى مجرم في العالم الا اذا دخل للتراب نتاعها والله كانت عنده مصالح في التراب نتاعها وعنده اقامه في التراب نتاعها. القضاء السويسري ما عنده حتى سلطه قضائيه حتى على لوزوطو، اصغر دوله في العالم. هذه باش نتفاهموا. نزيد نضيف لكم حاجه اللي كاين اللي يعرفوها ومخبينها وكاين البغال اللي ما يعرفوهاش يصدقوا بها. المرحلة تاع لا لوت اونتي تيروريست في الجزائر اعتمدت من طرف حتى القوات الأمريكية وقوات التحالف نتاع الحلف الأطلسي وحتى ضمن فرنسا على أنها كانت تجربة خارقة للعادة دون لو كادر دو لا لوت اونتي تيروريست. با على بالي زيتوط رضي الله عنه وحمار دي زاد لعنه الله والجماعة هذو ما يعرفوش، بصح واحد كيما عبود هشام على باله باللي L'Algérie recevait des équipes du FBI dans le cadre de la lutte antiterroriste. Bref. Lakin huwa kdab, à son habitude, bien sûr. Kan yakul fi l-marmita huwa tani, kan mdair les journaux, kan yedi la pub. Bien sûr, nas hadi gaada lchi hada. Almuhim ana l-boukouk w karsem rabbhom w l-bagandou w l-kwava hadou li jawkou fi ch'aab w yitmeskharou bi ch'aab w yjahlou fi ch'aab w yikdbou ala ch'aab. Maintenant, Khaled Nazar, qu'est-ce qui l'empêche de dire à la Suisse « Je t'emmerde » Bik bel qanoun ta'ak, bel adala ta'ak. Qu'est-ce qui l'empêche? T'arrives ce qui l'empêche? Ando ma salih fi ga' Europa. Houa ouladou, il khaf. Tout simplement, il khaf. ما يكون جا فحلو راجل ومخلي دراهم البلاد في الجزائر وما عندوش مصالح زرعها في الخارج. نقول لكم حاجه، كيما واحد يقول لي دركا شنقريحه، شنقريحه تقدر تهدد عليه الامارات باسكو الكوافا كيما الاولين لي جينيرو فرانكوفون حطوا دراهمهم بكل في لاسويس ولوكسمبورغ ولا بلجيك وفرنسا. سوف كو لوروبا شونجي او بو دو 50 ans تبدلت.